نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وشدد المركز على أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذها وفقا لمعايير الجودة التالية. تعليمية كإحدى خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور